بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اجعل كل ما يتمنوه متابعيني وزوار قناتي قريبا من أعينهم كقرب قلوبهم لأنفسهم، واجعل كل ما يخشوه بعيدا عن أعينهم كبعد السماء عن الأرض. آمين يا رب العالمين. اليوم راح نعمل مع بعض كريم رائع جدا، كلمة روعة قليلة عليه. إن شاء الله من أول استعمال راح تلاحظوا الفرق على بشرتكم. اسمه كريم العسل وماء الورد لتبييض البشرة، كل أنواع البشرة إن شاء الله راح يستخدموا هذا الكريم. نحتاج إلى ربع كوب من ماء الورد، ملعقتين من النشا، ملعقتين من عسل النحل، وكبسولة من فيتامين ها. التي لا يتوفر عندها فيتامين ها يمكن الاستغناء عنه، وراح أعطيكم بالأخير مجموعة من الزيوت لكل نوع من أنواع البشرة. أولا قومي بتذويب ملعقتين من عسل النحل، ملعقتين من عسل النحل في نصف كوب من ماء الورد، ذوبيهم جيدا، ثم أضيفي ملعقتين من الطحين الأبيض. الطحين الأبيض ذوبي جيدا، ثم على نار هادئة مثل ما تعمل المهلبية، على نار هادئة حتى نتحصل إن شاء الله على هذا الكريم، نتحصل على هذا الكريم، كريم رائع جدا، نتحصل على هذا الكريم. أضيفي عليه كبسولة من الفيتامين ها إذا كانت متوفرة عندك، إذا كانت مش متوفرة يمكن الاستغناء عنها تماما. ثم طبقي هذا الماسك على بشرتك 30 دقيقة، اتركيه لمدة 30 دقيقة طبعا بعد ما تغسلي بشرتك جيدا بالصابون. ثم بعد مرور 30 دقيقة اغسليه بماء دافئ، وبعده ماء ورد يكون بارد. استخدمي هذا القناع بشكل يومي إن شاء الله من أسبوع لأسبوعين راح تلاحظي نتيجة رائعة، أو اتركيه ككريم يومي، استعمليه يوميا لا ضرر منه. إذا كانت بشرتك جافة يمكن أن تستخدمي كذلك بعض الزيوت مكان الفيتامين E، الفيتامين ها مكان استخدمي هذه الزيوت. للبشرة الجافة أو الحساسة حطي مع هذا الكريم زيت زيتون، للبشرة الدهنية حطي زيت لوز حلو، للبشرة المختلطة حطي كذلك زيت لوز حلو أو جليسيرين، أو يمكنك أن تدهني بشرتك بهذه الزيوت بعد استعمال هذا الكريم، يعني كمرطب لبشرتك بعد استعمال هذا الكريم، وإن شاء الله راح تستفيدي من الوصفة من أول استخدام. إن شاء الله يعجبكم الفيديو لنهار اليوم، شاركوه مع باقي البنات. أترككم في رعاية الله وحفظه وفي فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.